الليلة في حديث القاهرة. مصريون نحمي ونبدع وبلا خوف نواجه ملفاتنا الاجتماعية الصعبة. لا تفيض في أمننا المائي والغذائي إنجازات وتحذيرات من الرئيس. لا دعم للمعتدين على الأراضي الزراعية ومنشآت الري. السؤال الصعب بعد الحكم في جريمة ختان، كيف نعالج البنات من الآثار النفسية لحبس الأب ببلاغ من الأم؟ أما انفراد الليلة فهو حوار خاص مع السوبرانو المصرية العالمية فاطمة سعيد، تتحدث إلينا بعد حفلة مع إلتون جون في باريس. نجم الكوميديا الفنان الكبير أحمد آدم في ضيافتنا لأول مرة، ما لم يقوله من قبل عن الفن والحياة في حوار جريء مختلف. كل هذا وأكثر في حلقة الليلة. أهلا بكم في حديث القاهرة. أهلا بيكو وحلقة جديدة وحديث القاهرة. النهاردة يوم حافل زي ما خيري قال في البداية، عندنا موضوعات كتيرة جدا ما بين الإبداع وبين التحذير وبين القوة في إطلاق المشروعات اللي دخلت بقوة موسوعة جينيس. النهاردة حصل الكلام ده، لكن قبل كل شيء خلينا أقول مساء الخير يا خيري. وبعده في منتصف مساء الفل. وأثناء لا ما أقدرش أخذ الجملة على بعضها، عارف دي حق اختراع يعني. مساء الفل، أهلا يا كريم. مساء الورد يا خيري. النهاردة كان يوم مبهج للمصريين رغم ما جاء فيه من تحذيرات. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة قال كلام مهم جدا بمناسبة افتتاح محطة تنقية المياه، مشروع ضخم في سيناء، والحديث عن 500,000 فدان بيتم تجهيزهم. الفدان الواحد بيتكلف 300,000 جنيه علشان نزرع من جديد. وطالما بنتكلم عن استصلاح يبقى بنتكلم عن إتلاف وإفساد أراضي زراعية بتتهد وتتخرب علشان يبني عليها بيت، واحنا نبدأ ندور على الأرض جديدة عشان نوفر قطنة. والفدان مش بس بتجهزه للزراعة، مش بس بتوصله مية، انت كمان بتوصله طرق وبتوصله كهرباء. مسألة صعبة جدا. الرئيس النهاردة كان واضح وقال، قالوا لي بلاش انت، خلي الوزير يتكلم، خلي وزير الري يتكلم، خلي السيد رئيس الوزراء يتكلم وخليك انت الحلو. لكن لا ابدا، انا حواجه. كان مستندا وهو يتحدث بهذه القوه الى رصيد من الانجازات، الى تغيير حقيقي يستحق الاشاده. الجميل بقى النهارده واللي توقفته قدامه كتير وهو بيقول رقم ضخم صح اللي احنا صرفناه على المحطة دي لتحلية المياه علشان تقدر توصل المياه للأراضي اللي عايزين نستصلحها لأن ده قوت المصريين. لكن الرقم القوي ده بيعبر ليه أنا للدرجة دي حازم وبضرب بإيد من حديد على أي حق تعدي، ومش هسمح بأي تعدي على أي رقعة زراعية أو الجسور اللي مبنية واللي كلنا عايزين نتكاتف علشان نقضي على أي تعدي فيها. وطبعا أطلق سلسلة من التحذيرات المهمة جدا، وأهمها يا خيري كان النهاردة خاص بالتموين. طيب خلونا نشوف جزء من اللي قاله السيد الرئيس عن التموين وهو بيحذر وبيقول ان اي حد هيتجاوز، انت عايز تبوظ لي وتاخد ارض مش ارضك وعايزني اسيبك او اسامحك او تبقى خرابه. الدوله بتعمل واجباتها لكن على المواطن ايضا واجبات. تعالوا نشوف السيد الرئيس قال ايه ونرجع نكمل. اللي هيتعدى ويعمل اجراء مش مظبوط على اراضي زراعيه او على ترع ومصارف يوقف الدعم اللي بيقدم له من جانب الحكومة لغاية ما التعدي ده ينتهي تماما. احنا مش هنتحايل على حد. هو حد يغتصب أرض الدولة ونقول عشان خاطر أصل مصلحتهم، أصل هم حياتهم مهددة بالخطر؟ هو أنت تاخد أرض الدولة وتحايل عليك؟ وزارة الداخلية ولو الأمر تطلب القوات المسلحة، كل التعديات اللي اتعملت خلال العشرين تلاتين سنة اللي فاتوا يتشالوا واخد التمام خلال ست شهور. تخيلوا من الأمثلة مثلا اتقالت النهاردة ان فرع رشيد كان بيوصل تقريبا 80 مليون متر مياه للمواطنين، ونتيجة التعديات اللي حصلت التمانين دول بقدرة قادر بقوا 30 مليون بس بيوصلوا لكل الناس مع الزيادة السكانية اللي بتحصل هناك. يعني حصة كل واحد من المية بدأت تقل قد إيه؟ ده سؤال جاوب انتوا عليه.
الجزء اللي قاله الرئيس كمان يا كريمة، وهو جزء هام لما بيقول الشرطة المحافظين ولو استدعت، وكان بيكلم الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وبيقول له الجيش ينزل، ومش بس المخالفات من 2011، الـ30 سنة اللي فاتوا. أيضا الرئيس اتكلم عن بحيرة المنزلة اللي كانت 1,000,000 فدان وأصبحت 250,000، بيقول اللي لحقناه هم 250,000 فدان. كريمة كان لها رحلة الأسبوع الماضي في بحيرة المنزلة، هي بتقوم برحلات استكشافية بتستكشف مصر، وراحت وقابلت ناس وشافت التطورات والطرق الجديدة اللي في بحيرة المنزلة. قد تكون أقرب الصورة إليك لما الرئيس اتكلم عن بحيرة المنزلة. صحيح، أنا قبل ما بروح استكشف مكان بحاول أعرف إيه حكايته بالظبط وتاريخه. لما قريت شوية عن بحيرة المنزلة عرفت إنها أكبر بحيرة طبيعية موجودة في مصر وأهمهم، وكانت بتطلع تقريبا 48% من الانتاج السمكي اللي بيطلع من البحيرات الطبيعيه اللي موجوده في مصر وعلى امتداد مساحتها. البحيره دي فعلا كانت ما يقرب من 1,000,000 فدان، ونتيجه التعديات والردم اللي بيحصل من الاهالي واللي اعترفوا لي بيه شخصيا بالصوت وبالصوره، قالوا احنا كل واحد فينا كان بيكبر ابنه كنا بنردم له حته ونعمل عليها بيت علشان يسكن فيه. تخيلوا قد ايه التعديات اللي وصلت ده لاقل من 200,000 فدان، يعني من قريب من 1,000,000 ل 200,000، كل ده نتيجة هذا التعدي على الأراضي طبعا اللي موجودة هناك. يا خير، العجيب بقى أن الطريق الجميل اللي عمله الرئيس واللي بيوصل كل المحافظات دي ببعضها، أنا زرت الثلاث أماكن اللي بيمر عليها المنزلة، وهي المطرية والنسايمة ولسه الجمالية. الثلاثة دول مريت عليهم علشان أشوف حال الصيادين والعمليات اللي بتحصل. لقيت الطريق الإيجابي إن اتحزمت البحيرة بالطريق ده، فبقى ما حدش يقدر يتعدى. كمان الرئيس اتكلم عن السمك، قال هناكل سمك إحنا والعالم، سمك نظيف، سمك دي مزارع سمكية مهمة جدا. أنا المنزلة جنبنا، يعني أنا من الدقهلية وهي من الدقهلية، وده خط سيرنا، كنا بنروح نجيب التموين زمان بالقطر من المنزلة. فالمنزلة وبحيرة المنزلة كانت رزق، كان بيقول لك سمك من المنزلة، صح، اللي ياكل سمك من المنزلة ده يعني سمك. كان سمك بجد، بس ده كان صح. هنرجع تاني. الجزء المهم واللي أنا عايز أتوقف قدامه في افتتاحات الرئيس النهاردة هو 500,000 فدان اللي في سينا. احنا بدأنا نعمر سينا تاني، احنا رايحين لسينا تاني تتعمر. هي المسألة مش زراعة بس، الرئيس قال ان هيبقى في مجتمع سكني حواليها، في سكن، في مدارس، في مستشفيات، في جامع وكنيسة، وزيهم بيتعمل في الدلتا. غير 1,500,000 فدان اللي انا نفسي يسمحوا لي نروح نصور في طريق الضبعة، عاملين منطقة زراعية متسمية بكل الدول العربية، السعودية والأردن والجزائر وتونس وزراعات مختلفة. احنا عايزين نوصل لحد الاكتفاء مرة أخرى، ما يتم يستحق الدفاع عنه، يستحق ان محدش يزعل لما يتجاوز، ان هيكون في عقاب شديد جدا وهيدفع تمن ده في فرص انك تبني في أرض صالحة للبناء، في فرص انك تاخد شقق من مشروعات الإسكان، لكن ما تهدش أرض زراعية بتأكلنا وهتأكل الأجيال اللي جاية كمان. على فكرة يا خيري، كمان من أجمل الجمل اللي لازم كلنا نقف معاها النهاردة ونتحد فيها، الرئيس لما قال المصريين لازم يساعدونا، وهنا كان يقصد بيها علشان نمنع بعض من إن حد فينا يشوف تعدي ويسكت. والحاجة التانية إن المشاريع اللي بتتم في سينا دي، قال إن في ناس عندهم رغبة أكيد كلنا عارفينهم إن ما يبقاش فيه تعمير في سينا، وعلشان كده المشاريع دي ليها ناس مترصدين، والجيش بيحمي المشاريع دي، وقبل الجيش إحنا كمان لازم نكون حائط صد عشان نحمي المشاريع اللي هتعمر بلدنا وتعمر أعز جزء عندنا هو سينا. الرئيس كمان شاور مشاورة مهمة جدا وهو بيتكلم عن المية، وبيقول احنا بنوفر ميه والهلك الميه وفي ظروف الميه، وقال بس عشان ما حدش يفهم احنا مش هنسيب نقطه ميه من حقنا، حصتنا ما حدش هيقرب لها. ودي كانت رساله يعني جايه كده ضربه خلفيه مزدوجه، رساله سياسيه مهمه جدا، ان نتكاتف جميعا من اجل مصر، ان نحتفل بما يتم من انجازات. المشوار طويل، ما تم كثير، ولكن القادم اكثر. في ناس عندها معاناة، لكن كمان المعاناة وإحنا البلد بتتعمل لمستقبل أولادنا اللي هيكون أفضل إن شاء الله. فلنذهب معا إلى عناوين الأخبار ثم نعود لنبدأ قصصنا الإخبارية. أهلا
رئيس الوزراء 700 مليار جنيه قيمة مشروعات التطوير في سيناء خلال 6 سنوات. مصر تتسلم 3 شهادات من موسوعة جينيس لإنشاء أكبر محطة معالجة مياه وتحلية. إتاحة إضافة أفراد جدد على بطاقات التموين للفئات الأولى بالرعاية من سن 2. التعليم العالي تعلن مد فترة تنسيق الشهادات الفنية حتى مساء الخميس المقبل. الصحة حقن 26 طفلاً بالعلاج الجيني بعد تشخيص إصابتهم بالدمور العضلي الشوكي. الحكومة تنفي فرض 150 جنيهاً رسوماً على المتعلقات الشخصية لركاب القطارات. عناصر من القوات الخاصة المصرية تشارك بالتدريب المشترك الرباعي هرقل 21 باليونان. تجميد التحقيق في انفجار مرفأ بيروت بعد دعوى ضد المحقق تشكك في حياده. وزير الخارجية السورية: تركيا حولت المنطقة إلى خزان للإرهابيين الأجانب. إصابة ولي العهد الأردني بفيروس كورونا، والملك عبد الله يخضع للحجر المنزلي. مرشح حزب المحافظين الألماني أرمين لاشيت يقر بخسارة الانتخابات ويؤكد الحزب يحتاج إلى تجديد. منتخب مصر يرفض توقيع عقوبة على مصطفى محمد ويترك الأمر للجبلاية. ميار شريف تصعد إلى المركز 73 عالمياً في تصنيف رابطة لاعبات التنس المحترفات كأعلى تصنيف شخصي للاعبة مصرية. أهلا بكم من جديد، وبداية قصصنا الإخبارية. يمكن حنبتدي النهاردة بقصة بالرغم من بعدها القانوني وبعدها الاجتماعي اللي تناقشنا فيه هنا أكتر مرة في حديث القاهرة، إن ليها بعد تاني قوي جدا وهو البعد النفسي. قضية الختان ليها أبعاد كتيرة جدا. النهاردة بعد 455 يوم فصلت محكمة النقض في طعن جريمة ختان الإناث الشهيرة اللي اتكلم عليها الناس كلها بدأ من شهر يونيو، لأنها شغلت الرأي العام لأنها داخل أسرة بين أب وأم مطلقين. الجريمة دي الأب فيها استغل أزمة كورونا وقال لبناته تعالوا علشان هتاخدوا لقاح كورونا، واستدعى الطبيب وخلاه بالفعل يديهم الحقن، لكن الحقن دي ما كانتش حقن اللقاح، كانت حقن مخدر. وبالفعل تم تخدير البنات، ولما فاقوا من التخدير لقوا ان هم مقيدين وان هم بيتألموا بشدة، واكتشفوا ان هم تعرضوا لعملية ختان. اتصلوا بوالدتهم اللي كانت منفصلة عن باباهم وقالوا لها اللي حصل. مامتهم كلمت خط نجدة الطفل وبلغت عن الموضوع. موضوع خد خط طويل قوي لحد ما شفنا يعني النتيجة اللي حصلت النهاردة. وطبعا ده كان بعد ما النائب العام أحال الأب والطبيب اللي عملوا الختان ده للمحكمة الجنائية العاجلة. صدر حكم محكمة الجنايات بالحبس 3 سنين للطبيب وسنة للأب. والأب والطبيب طبعا بعد ما تقدموا بطعن النهاردة كان الحكم وقضت محكمة النقض في الطعن بمعاقبة كل من المتهمين الطبيب والأب الحبس 6 شهور. الحكم ده طبعا ليه معنى، بس برضو ليه تأثيرات على البيت. البنات دول وضعهم النفسي ايه مع اللي تعرض ليهم باباهم اللي بقى في الحبس واللي هم تعرضوا له من موضوع الختان وفكرة الخيانة اللي تعرضوا لها، او ان هم تم الضحك عليهم زي ما بنقول بالمصري. خلينا نعرف اثار ده كله من خلال ضيفتنا على التليفون الدكتورة منال عمر، استاذة الطب النفسي. اهلا بيكي معانا في حديث القاهرة دكتورة منال. اهلا وسهلا كريمه، اهلا بيكي منورانا. اهلا وسهلا دكتوره منال، ازاي حضرتك؟ ازاي حضراتكم؟ الحمد لله. دكتوره منال، احنا قدام قضيه شائكه جدا، الابناء فيها هم اللي بيدفعوا الثمن الكبير. احنا قدام حالتين نفسيتين مروا بيهم الابناء او 3، حاله الطلاق الاول وبعدين حاله اب خدع بناته وعرضهم لتجربه مريره جدا، والحاجه الثالثه المشكلة النفسية اللي ممكن تترتب في عند الأبناء لما يبقى جواهم إن هم تسببوا في حبس أبوهم. بتشوفي نتعامل مع موقف زي ده إزاي، وإيه اللي بيحصل في نفسية الأطفال؟
طيب تمام صحيح. احنا بالنسبه للاطفال انا ما مش هتكلم، يعني انا مش هتصرف ولا لفكره الختان لانها يعني شيء غير مقبول وده حاجه مفهومه، وطبعا مش هتطرق للحكم، يعني ده ما حدش يقدر يتكلم فيه. لكن انا هوصف بتصوري يعني انه حاله البنتين دول من الابناء يعني في العموم ممكن تبقى ازاي. دلوقتي احنا يعني بنواجه ممكن اكتر من عقده نفسيه. العقده الاولى بتقول انه في فصم او كزمه زي ما بنسميها، فصم او شطر في فكره الوالديه. يعني الوالديه مش حاجه واحده، مش مضمون واحد، الوالديه اتقسمت اثنين، ده في حد ذاته عقده نفسيه او واحده من العقد. يعني العقده الثانيه انه بعد ما بننشطر كده واحد بيجي على طرف ويقول انه الفعل او السلوك اللي اقترفه او اللي صنعه هو يراه انه في منتهى الفضيله، ليه معنى الفضيله، وانه سلوك حميد وربما يكون ديني في رايه او في افكاره. وعلى الطرف الاخر بقى الشطر الاخر من الوالديه بيقول انه لا، ده فعل همجي وبربري ومنتهك واجرامي وثبت اجرامه كمان. فاحنا مش عندنا والديه مشطوره بشكل عادي، احنا بشكل متباين، يعني واحد يقف على اخر الطرف اليمين والثاني يقف على اخر الطرف اليسار، ودي اشكاليه كبير تمنع التوائم. يعني انا لو طفل عايز اتوائم بافكاري ان انا اخد من الناحيه دي شويه ومن الناحيه دي شويه واصنع لنفسي هويه ما في طريقه تفكيري او حكمي على الامور، هكون مش عارف خالص. يعني هيبقى شيء صعب للغايه اني اوائم ما بين طرفين للدرجه دي وعاد قوي وبقصد بعض زي ما بيسموهم اوبوننت، يعني هم واقفين بيتصدوا لبعض لان واحد على اقصى اليمين ثاني على اقصى اليسار. العقده الثالثه هتبقى انه اصحاب التضاد ده مش ناس برايه، يعني انا ممكن ابقى عندي افكار متضاده مجتمعيه مثلا، في ناس بتقول كده وفي ناس بتقول كده، بس حاجه ما تخصنيش انا بشكل مباشر، لكن الموقف ده بيخصهم بشكل مباشر. العقده الرابعه ان هم لما كانوا على طرفي النقيض كده وكان بينهم خصومه، يعني يا ريت رايي في المطلق وخلاص، لا ده حصل بينهم خصومه وتواجهوا بالخصومه. الخصومه اللي بغوا على بعض فيها كنت انا ضحيتها، يعني مش بس هم بيتخانقوا مع بعض، لا ده انا في النص وانا صاحب الروايه كمان، فدي تحطنا في عقده كمان. نعم. العقده اللي بعد كده يعني قد كده هي مركبه الحقيقه. لما نيجي نفككها انا بفككها ليه؟ علشان اقول ان كل النقط اللي انا قلتها دي لما حد هيستلمهم في جلسات العلاج النفسي وده ضروره جدا لازم يكون حاطط النقط دي في باله علشان يشوف ازاي هيصلح في التركيبة الفكرية بتاعتهم أو بيسموها السكيمة المعرفية، كيف ينظر الشخص لنفسه وللآخر وبناء على النقط دي اللي هي حصل فيها يعني جرح غائر في سن ربما يكون مبكر. طبعا أنا مش عارفة سنهم كام والسن طبعا عليه عامل، يعني هم ثلاث بنات ثلاث بنات في مرحلة الطفولة ما تجاوزوش العشر سنين كلهم يعني. يا خبر أبيض. طيب دكتور اسمحي لي دكتور اسمحي لي حضرتك عرضتي مجموعه من العقد اللي ممكن النفسيه الفعليه اللي ممكن يكون البنات دول تعرضوا لها، بالاضافه طبعا لعقده الذنب ان هم ممكن يكونوا دخلوا باباهم السجن. انا عايز اخد برضو الجزء تاني قبل ما نشوف ازاي نتعامل معاه والعلاج يكون ايه في الحالات المشابهه دي، هو المجتمع، تعامل المجتمع مع البنات دي. يعني فكره ان المجتمع دايما يعني الضغط النفسي اللي هيتعرضوا له، دخلتوا باباكم السجن، انتوا السبب، مامتكم، وكان فيها ايه يعني، او أشياء أخرى من هذا القبيل ممكن يتعرض لها البنات في الشارع من الناس المحيطين، دي كمان ممكن يكون تأثيرها إزاي على البنات دول خلال أيامهم وسنينهم اللي جاي. طيب هي المجتمع هنا هينقسم برضو أستاذة كريمة إلى الجزئين، يعني في ناس هتقول لهم أنتوا يعني أنتوا اللي بلغتوا أو أنتوا زي مامتكم تعمل كده، أو وهو كأنهم مسؤولين، يعني هم قالوا لمامتهم دي معلومة، أما اللي أخذ القرار فمش هم، لكن هم هيتورطوا في أن هم كأنهم مسؤولين معاها. وفي ناس هتقف جنبهم جدا وتقول لهم طبعا كان لازم يكون قرار كويس قوي وأنتوا عملتوا معروف كبير لكل الآتين من بعدكم وكأن هم البادئين لمقاومة الفكرة دي، وان كل حد بعد كده هتسول له نفسه، يعني انه يعمل ده اذا كان طبيب او حد بيودي للطبيب فهو هيبقى عارف كويس قوي انه تحت طائله القانون الان بشكل واضح. فاذا هم كانوا الرد للي جاي، لكن هم نفسهم في اشكاليه نفسيه،
لكن هم عملوا معروف اللي جايين بعدهم يعني. فهتبص زي ناس بتقول لهم كده وناس بتقول لهم كده. القصة بتاعت المجتمع مش هي أهم شيء، لأن المجتمع هو متمثل عندهم في الأسرة بالضبط إنه أبوهم بيقول كذا وأمهم بتقول العكس. فهم ده بيطلع شخصيات شكلها إيه يا دكتورة منال؟ أنت كده هو ده بقى الفكرة بقى. أيوه. دلوقتي طبعًا هو على حسب طبعًا طبيعة صفات وسمات، لأن هم صغيرين لسه ما بنوش شخصية، لكن هي صفاتهم وسماتهم في استقبال الموقف هي دي اللي هتكون مختلفة يعني. فلو واحد مثلا لو حد منهم شايفه انها متوحده قوي مع الام، يعني هي بتفضل طريقه الام، هي شبه امها، هي بتقدر قوي تصرفات امها واراء امها، فهتتوحد معاها. هنا هيبقى عندها كره باين او غضب شديد مدفون او مش مدفون تجاه الاب. الخوف هنا بقى ان القصه مش تجاه الاب بس، هي تجاه كل من هو رجل. نعم. وبعدين احنا عندنا ورطة تانية، ان الفعل ده مش بيتخانقوا على مصاريف المدرسة مثلا، فهو ودهم من مدرسة كويسة الى مدرسة اسوأ او ما شبه ذلك من الخناقات يعني، لا دي حاجة ليها علاقة بالهوية الجنسية. فاذا احنا داخلين في موقف انه انا لو كرهت ابوي على اللي عمله فيا دلوقتي لاني توحدت مع رأي امي او موقف امي، فاذا انا ممكن جدا ابص الاقي نفسي كمان غضبت على كل من هو رجل، وكل ما هو علاقه مع الرجل العلاقه الصوره العكسيه بقى الثانيه انها تتمرد على انوثتها كمان وممكن تكرهها. بالظبط كده، والعكس كده برضو، فهي تكره يعني تغضب على امها فتتحول الى ايه؟ الى انثى خاضعه خانعه يعني تتحمل الاذى، لانه الاب دلوقتي عمل اذى بدني واضح واذى معنوي واضح وأذى جنسي واضح. طب التعامل في الحالات دي يا دكتور يبقى ازاي؟ ازاي ايه افضل طريقه لو قلت لحضرتك تقدمي نصيحه للام في حد ذاتها والمحيطين بالبنات دول ولاي حد بيتعرض لاشياء مشابهه، ايه الطريقه الافضل للتعامل؟ حقيقه الامر هم من 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 اللزوم والواجب ان هم يصلوا الى طبيب نفسي، لازم على فكره لازم، ما يستنوش لحد ما هم يعانوا معاناه مع مدى حياتهم ثم ان هم. انا بعتقد يا دكتوره منال ان دي مسؤوليه كمان عند المجلس القومي للطفوله والام، يعني لو هم هيستطيعوا ان هم يرشحوا لهم يعني طبيب نفسي يباشرهم. العلاج هنا ممكن يطول كمان، يقعد والسنتين والثلاثه، فاذا كانت الام لا تستطيع فاذا نتكفل بالعلاج النفسي يعني، لانه مش هتيجي طريقه غير كده يعني، هي مش بالنصح او بالكلام، هي لانه يعني هي كل واحد هيستوعب حسب موقفه وحسب صفاته، هو هيستوعب الموقف بطريقه ما ويعاني منها بطريقه مختلفه عن الاخر يعني. بنشكرك جدا الاستاذه الدكتوره منال عمر استاذ الطب النفسي، واحنا هنا اللي تلقى البلاغ هو المجلس القومي للطفوله والامومه، فاعتقد ان هو بيتابع القضيه، واحنا لو تابعنا هنعرف هم بيتابعوا الحاله النفسيه للبنات وللام ولا لا، والمجلس القومي للمراه ايضا. طيب خلونا نروح لقضيه كل يوم، قضيه الكورونا مش هيتوقف الحديث ابدا عنها في ظل ما نعانيه وفي ظل القيود اللي موجوده، الحديث كل يوم بنطرح اسئله جديده. احنا دلوقتي في الشتاء في لقاح موجود للانفلونزا، هل ناخده؟ هل اللي خد الفاكسين او اللقاح بتاع كورونا هل يقدر ياخد فيروس الانفلونزا ولا الفاكسين بتاع الانفلونزا ولا لا؟ يقدر يجمع بالاثنين في وقت واحد؟ ما هي المده اللي ياخدها؟ اسئله كثيره لدينا واحنا داخلين على الشتاء وداخلين على المدارس والجامعات ونزلات البرد والليمون والبطاطين وخلافه، القلق موجود. عشان نواجه هذا القلق لابد من وجود معلومات، لابد ان نطرح الاسئله، واحنا بنشكر ضيوفنا دايما اللي بيساعدونا وبيجاوبوا على اسئلتنا علشان نكون مطمئنين. فمعنا الدكتور حسام حسني رئيس اللجنه العلميه لمكافحه فيروس كورونا عبر زوم. اهلا وسهلا استاذ دكتور حسام حسني. اهلا بيك استاذ خير. اهلا بيك يا دكتور، منورنا جدا. يعني الحقيقه بما اننا بنتكلم على ان ايام على الزخم اللي هيدخل فيه المدارس وفصل الشتاء بيبتدي، ناس كتير جدا بتتساءل حوالين اللقاح الانفلونزا العادي الموسميه، هل في اي تضارب بينه وبين لقاح كورونا للناس اللي اخذت لقاح كورونا؟ لا يوجد تضارب بين لقاح الانفلونزا ولقاح كورونا، حتى المده الزمنيه اللي بين اللقاحين يعني قتلت بحثا في الابحاث واصبح فيها يعني ميعاد محدد. جايز احنا كنا في الاول بنقول ان احنا يفضل ان احنا نبعد عن اللقاح بين الانفلونزا وكورونا بمده اسبوعين، لغايه ما السي دي سي طلعت
اخر ستيتمنت ليها قالت لك لا ان احنا ممكن من الممكن انهم يتاخدوا في نفس اليوم لكن في كتفين مختلفين. فممكن يتاخدوا في نفس الوقت في نفس المكان في كتفين مختلفين. ان كنا بنفضل ان احنا نبعد عنهم باسبوعين لكن خلينا نقول ان احنا في وقت زي ما احنا اتكلمنا وانتم ذكرتوا في البرنامج بتاعكم وده حاجه يعني مهمه جدا ان ده في وقت نشاط الالتهابات الفيروسيه التي تصيب الجهاز التنفسي العلوي. الاعراض بتاعه الالتهابات الفيروسيه كلها للاسف متشابهه. ده بيخلينا نخش دايما في دايليما يا ترى دي كورونا الهادس الاكبر كويس واللي الناس يعني الرعب الازلي فده هيضغط على المنظومه الصحيه في مصر زي ما حضرتك شايف النظام قد ايه موجود وقد ايه النظام جميل في مراكز التطعيمات. يعني بشكر الدوله المصريه كلها انها عامله منظومه بهذا الجمال لكن خلينا نقول ان احنا عشان ما نضغطش على الناس دي ونزيد الضغط عليهم لابد ان احنا نبعد عن ان احنا نخلي الاعراض متشابهه لان اي حد هيجي له اعراض دلوقتي اول حاجه هنطلبها منه ايه؟ هنطلب منه تحاليل هنطلب منه اشعاعات هنطلب منه مساحات عشان نفرق بين دي هل دي انفلونزا ولا دي كورونا. طب الحل ايه؟ ان احنا ناخد اللقاحات عشان كده ناخد الاثنين يا دكتور. بمعنى البعض يقول لك انا خدت اللقاح بتاع كورونا وده المهم بالنسبه لي هيجي دور البرد ويمشي مش مهم مش لازم اخد لقاح انفلونزا. هل لقاح الانفلونزا داعم للجسم حتى في ليه اي تماس مع كورونا ولا هو للانفلونزا فقط؟ هو للانفلونزا فقط ولا يوجد ان مش انا خدت لقاح كورونا هيحميني من انفلونزا ولو خدت لقاح الانفلونزا لن يحميني من كورونا. نعم فالاثنين مختلفين تماما فيروسين مختلفين من عائلات مختلفة. فلو سمحتوا إذا كان اللقاحات في وقت معين كانت رفاهية لو سمحتوا اللقاحات الآن أصبحت إلزامية ولقاح الكورونا أنا بأتوسل لكل المصريين لو سمحتوا تسابقوا على اللقاحات. الموجة اللي جاية موجة يعني إن كان فيها عيب فعيبها الوحيد إنها سرعة الانتشار وسرعة الانتشار دي الواقي منها هو ان احنا نتلقى اللقاح. النقطه الاهم ان مش حضرتك خير قلت كلمه مهمه قلت ايه انا خدت لقاح الكورونا خلاص لا مش وخلاص انا خدت لقاح الكورونا وملتزم باجراءات الاحترازيه باقصى درجه. مش معنى ان انا تلقيت اللقاح ان انا خلاص انا كده محمي لا انا محمي من الاعراض الشديده او لا قدر الله محمين بنسبه كبيره جدا تتعدى 95% في الوفيات لكن مش محمي من اصابه بنسبة كبيرة بنسبة 50-70% عشان كده بقول اللي تلقى اللقاح لو سمحتوا لو سمحتوا انت خدت اللقاح حميت نفسك من الاعراض الشديدة حميت نفسك من الوفيات لكن اللقاح هو جزء من الاجراءات الاحترازية اللي لازم نلتزم بيها بالكامل هي حزمة كاملة جزء من اللقاحات صحيح. وخصوصا يعني ان احنا داخلين يعني في عز الدخله بتاع الموجه الرابعه وسريعه الانتشار. طب دكتور اسمح لي اعلنت شركات ويمكن شفنا اعلاناتها في القنوات الاخباريه المختلفه ومن ضمنهم شركه فايزر انهم تموا اجراءات اختباراتهم السريريه على الاطفال عشان يتلقوا اللقاح ولقوها امنه وبالفعل بتعمل اجسام مضاده. هل يا ترى احنا في نفس الخط معاهم ويمكن تلقيح الاطفال في مصر ايضا ولا لسه ما وصلناش للمرحله دي؟ لا احنا عمر ما مصر كانت متأخرة بالعكس دولة مصر دايما من الدول السباقة. خلينا نقول ان اللقاح الوحيد اللي اعلن دراساته هي فايزر الفايزر وفايزر على وصول كويس واحنا بندرس هل الاطفال فعلا محتاجين ياخدوا اللقاح لا ولا لا هل نسبة لا قدر الله لا قدر الله رب يحفظ اولادنا جميعا هل نسبة في الاساس كوفاك بدأت تقدم دراستها وبدأت تقدم دراستها للـ WHO علشان نشوف أمانهم في الأطفال وبدأت في دراسات مبشرة جدا إن اللقاح هيدي حماية للأطفال. نعم. لما طيب. ده وإحنا دولة منتجة لهذا اللقاح لما تثبت الدراسات العلمية دي هنبدأ نلقح الأطفال بإذن الله. طيب دكتور حسام أنا عارف إن حضرتك مشارك في دراسات عالمية ومع مراكز بحثية مهمة في مواجهة الكورونا وحضرتك بتتكلم عن انتشار الجيل الرابع من الفيروس. هناك مؤشرات مختلفة لهذا الجيل ان عدد الوفيات اقل الاصابات اكتر الاعراض اقل. هل ده صحيح ولا العالم الان يرى الفيروس بعين مختلفة عن ما ابتدأ؟ خليني اقول لك بس خيري ان كلام حضرتك صحيح الانتشار اسرع لكن نسبة الوفيات
اقل، لكن كل ما الانتشار يزيد كل ما عدد الوفيات يزيد. النسبه اقل لكن الاصابات اكثر، فالاعداد هتزيد. ولازم اقول ان المخزن حدوث التحور هو جسم الانسان. عشان احمي نفسي من تحور اخر، اذا كان التحور ده كان يميزه سرعه الانتشار والحمد لله ليست شده الاصابه، فممكن التحور الاخر لو حصل يبقى شده الاصابه. طب المخزن ايه بتاع التحور؟ هو جسم الانسان. كويس، الفيروس بيحاول ان هو يهرب من المناعه ويهرب من اللقاح بان هو يغير شكله او يغير طباعه. وعشان احمي ده لازم امنع الانتشار، ومنع الانتشار هو مسؤوليه مجتمعيه زي ما احنا بنعمل النهارده. يعني احنا النهارده موجودين مع حضرتك، وفي نفس الوقت في مثلا دوره تدريبيه قايمها وزاره الصحه لاطباء مصر على ما هو جديد في البروتوكول. كويس، في جزء منا واللجنه العلميه كلها كويس في داخل وزاره الصحه مشاركه في ابحاث كتير، لكن في نفس الوقت بتعمل تدريب، وفي نفس الوقت انا بصر مع سعادتك علشان نثقف الناس. كويس، نعم. وهو المطلوب يا دكتور. طب اسمح لي، يعني بما اننا اتكلمنا على المجهودات الكتيره اللي بتحصل، وزاره الصحه بالفعل عملت مراكز كتيره جدا للمسافرين تحديدا اللي من المفترض يتلقوا لقاح كورونا، وخصوصا بعد ما دول كتير فتحت مطاراتها عشان تستقبل العماله اللي كانت في الخارج. لكن في ناس تعرضت لازمه ان بيتم الرد عليهم، خصوصا اللي اخذوا استرازينيكا، ان المده اللي بين اللقاحين وخصوصا لما بتبقى شهر انها ليست هي المده المعتمده. يعني الموضوع ده ليه شقين، الشق الاولاني هل هي مده امنه بالفعل وبيكون اللقاح ساعتها امن وعامل ان هي تكون شهر مش ثلاث اشهر بين جرعتين لقاح استرازينيكا؟ السؤال الثاني، هل في ضوابط تم وضعها بيننا وبين الدول الاخرى على ان يعني ده يبقى معتمد ولا غير معتمد طالما لقاح استرازينيكا نفسه بيشترطوه ولا لا؟ انا هرد عليكي، والناس كلها عارفه ان في منتهى الصراحه اللي في الدنيا. ارجوك. المده اللي تمت عليها الدراسات بين الجرعتين، كنا في الاول خالص ان لقاح استرازينيكا زي كل اللقاحات بيتاخد الجرعه والجرعه الثانيه بعد ثلاث اسابيع. ثم الدراسات قالت ان هو من بين اربع اسابيع ل 12 اسبوع. تمام؟ يبقى الجرعه من بين اربع اسابيع وبين يعني 12 من شهر لثلاث شهور. من شهر لثلاث شهور. اي حد غير كده ده مش كلام علمي. الكلام العلمي اللي انت اللي شركه استرا قالته، وجامعه اوكسفورد اللي عملت الدراسات قالت، والدبليو اتش او، ان المده بين اللقاحين من اربع اسابيع ل 12 اسبوع. اذا كنت انا اخد انو هاخد الاربع اسابيع، لان انا حمايه المصل تظهر امتى؟ مع الجرعه الاولى ولا الثانيه؟ نعم. انا مستني رد حضرتك. مع الجرعه الثانيه، صح ولا غلط؟ ايوه. الجرعه الاولى بتديني 33% حمايه، الجرعه الثانيه بتوصلني ل 70% من الاصابه البسيطه و95% من الحالات الشديده والوفيات. اسرع ولا اجل؟ لا نسرع. المفروض السؤال انا ليه باجل مش ليه بسرع؟ صحيح. أيوة. طب يا فندم، الناس اللي تعرضوا لده، احنا من شويه عرضنا سكرين شوت لرساله جايه لمواطن كان مسافر المملكه العربيه السعوديه وجاله الرد ده، قال له ان عفوا الشهاده بتاعتك غير مقبوله لان المده بين التطعيمين ليست هي المده المعتمده. يجي لنا وهنرد عليه باوراق رسميه بابحاث رسميه، احنا مش هنرد بكلام مرسل، احنا هنرد بابحاث بالشركه نفسها قايله ايه، دبليو اتش او قايله ايه، جامعه اوكسفورد قايله ايه. بس ده هيبقى محتاج مخاطب الدول، يعني احنا بنخاطب الخارجيه السعوديه مثلا. احنا مخاطب الدول، ان اكيد اللجنه العلميه اللي هي يعني موجوده عندهم اكيد مطلعه زي ما احنا مطلعين على الابحاث. طبعا. طيب الدكتور حسام، احنا وصلنا لفين في الذين حصلوا على اللقاح حتى الان؟ كيف سنواجه الزحام؟ ناس كتير قوي مسجلة في مراكز كتير، ومع ذلك هناك تزاحم شديد على مراكز التطعيم. احنا طعمنا قد ايه من المصريين؟ لدينا امكانيات في الفترة الحالية نقدر نطعم قد ايه؟ هنوصل لنهاية السنة لنسبة قد ايه؟ وامتى ممكن نخلع الكمامة؟ نخلع الكمامة اظن بنهاية 2022 ان شاء الله، يعني بإذن الله. لكن يعني اتمنى يا رب هذا. يا رب. لكن وصلنا ايه، احنا خلينا نقول ان احنا دلوقتي من الدول المصنعة للقاح. نعم. والناس كانت عندها تخوف ان احنا صنعناه استوى يبقى وحش. لا، احنا صنعناه، وفي 12 دولة اوروبية ادت الموافقة، والدبليو اتش او ادت موافقه رسميه للقاح ده واصبح من اللقاحات المعتمده عندنا. امال ما بيدخلوناش ليه الدول الاوروبيه دي باللقاح الصيني اللي احنا في 12 دوله منها اسبانيا اللي هتدخلك بسينوفاك دلوقتي. 12 دوله من ضمنها اسبانيا. طب ده كويس. فدي اخبار كويس. حضرتك عاوز تسافر عند اسبانيا؟ اول لغايه قطره يعني. طب الاعداد
وصلنا نتكلم في الاعداد. انا بشكر المصريين كلهم لان العشر ايام اللي فاتوا مختلفين عن الشهور اللي فاتت. العشر ايام اللي فاتوا بقى في تزاحم على اللقاحات. صحيح. كل مدينه تبقى زحمه مع حضرتك الصوره اللي انت نشرتها، رغم ان في تزاحم لكن في تباعد، التباعد الاجتماعي والاحتفاظ بالاجراءات الاحترازيه مهم جدا، لان ده اللي رايح عشان يحمي نفسه. أيوة. فلازم يبقى ملتزم بالاجراءات الاحترازيه. احنا بقى عندنا كل يوم بنزود مراكز جديده. كويس كريم عليك، كنت بتتكلم على ان انت فما لا ده في مراكز مسافرين، كل مراكز مسافرين دلوقتي مبقاش عندنا ويتنج ليست، فبقت شغاله للمواطنين العاديين. بقت في مراكز الشباب مشتركه معانا، في مراكز تلقي، مراكز تلقي لقاحات لطلاب الجامعات. الجامعات نفسها بقت مشاركه معانا في تلقي لهيئات، لهيئه التدريس وهيئه المعاونه. فكل يوم في مراكز جديده، المراكز دي بتفتح لكذا سبب. نعم. اقبال زياده، توفر الامصال من جميع انواع الامصال، انتاجنا من الامصال بتاعتنا كويس اللي مصنعه داخل جمهوريه مصر العربيه، ودي حاجه تدعو للفخر. اتمنى ان ده يزيد، اتمنى ان الاقبال يزيد فنفتح مراكز اكثر. وصلنا لكم مليون؟ 11 مليون، 16 مليون. 16 مليون؟ هايل. 11 مليون خدوا الجرعه الاولانيه و5 مليون خدوا الجرعتين. طب ده كويس قوي. عظيم. دكتور حسام حسني، يعني المعلومات اللي حضرتك بتديها لنا قد ايه قيمه، لكن مش هنقدر نقفل قبل ما نقول سؤال اخير كده، وهو في حاله اذا ما حدث هذا يمكن ان نقول ان مفيش حضور في المدارس، هل دي خطه مطروحه؟ اي دوله كبيره، ومصر دوله كبيره جدا، حاطه كل الاحتماليات، لكن لن يحدث هذا فلن يحدث هذا. هنهتم بولادنا، هنهتم بالبلاط الاحترازيه، هنهتم بكل حاجه، لان احنا ليس في بدعه، العالم كله فتح مدارسه. صحيح. صح. وفتحوا المدرجات للملاعب وفتح العالم فاتح. خلينا نقول اللي يعني انا طبعا فرحان جدا ان احنا يعني المدرجات فتحت والناس رجعت لحياتها الطبيعيه، لكن يهمني مستقبل مصر، اطفال مصر في تعليمهم. ايوه. صحتهم النفسيه وتعليمهم. انا مش بدور بس على التعليم، انا بدور على الصحه النفسيه لاطفالنا وتوازنهم النفسي. قد ايه فقدنا اطفالنا توازنهم النفسي كويس وصحتهم النفسيه. لكن في نفس الوقت خايفين عليهم وخايفين على صحتهم ومراقبين الوضع بصوره قويه جدا. ان شاء الله هنعدي، ان شاء الله زي ما نجحنا في كل اجراءاتنا، احنا كنا من اوائل الدول اللي قفلت مدارسها. نعم. يعني صحه ولادنا اخر دوله فتحت مدارسها. يعني احنا كنا خايفين قوي في الاول على اولادنا زي ما خايفين دلوقتي على اولادنا، احنا اول دوله قفلت المدارس واخر دوله فتحت المدارس. التطعيم في الجامعات مستمر كما هو للطلاب، ومن لم يتطعم او يقبل ان ياخذ اللقاح لازم يعمل بي سي ار كل اسبوع. الصحه المصريه وفرت لوزاره التعليم العالي الكميه الكافيه لكل هيئه التدريس، الهيئه المعاونه، كل الطلاب ما فوق 18 سنه، وزاره الصحه وفرت لكل دول اللقاحات، ارجو منهم انهم يروحوا يطلقوا اللقاحات. ان شاء الله تكون سنه امنه على الجميع. احنا بنشكرك جدا الدكتور حسام حسني رئيس اللجنه العلميه لمكافحه فيروس كورونا، كل الشكر يا فندم. الان نذهب الى ايوه عندنا يعني موضوع طلع كده اليومين اللي فاتوا، وقيل عنه انه ازمه بتتجدد كل سنه. احنا هنعرف طبعا حقيقه انه اذا كان ازمه متجدده ولا لا. النقابه العامه للعلاج الطبيعي طلعت واتكلمت وقالت بيان انها ستقوم بملاحقه الحاصلين على درجه علميه زي دبلوم او ماجستير او دكتوراه من خريج كليه التربيه الرياضيه اللي بيمارسوا العمل الخاص بالعلاج الطبيعي، وقالت انها هتعمل ده من خلال اللجنه النقابيه العماليه التابعه لاتحاد عمال مصر، لان قالت ان هذه الشهادات بيتم استغلالها في يعني هذه الاعمال اللي مش من المفترض ان هم يقوموا بيها، هم مش متخصصين ولا استشاريين في العلاج الطبيعي. وقالت في البيان: نحن جادون في دحر كل من ينتحل صفه دكتور علاج طبيعي، ونحط تحت كلمه دكتور علاج طبيعي خط. طيب ده اللي طلع من النقابة العامة لأطباء للنقابة العامة للعلاج الطبيعي. ونظرا للجملة الأخيرة دي، ينتحل صفة دكتور علاج طبيعي، حصل امتداد للأزمة دي، لأن نقابة الأطباء ردت في بيان قالت فيه إننا نشترط عدم إطلاق لقب طبيب إلا على خريج كلية الطب، باعتبار إن العلاج الطبيعي ده من المهن المعاونة للطبيب، ما هوش طبيب. وقالت ان ده المفترض يخرج بره الحسبه تماما. وطالبت المواطنين
وترجتهم ان هم ما يروحوش لعيادات العلاج الطبيعي علشان يشخص لهم الحاله من غير ما يرجعوا للطبيب، لان على الطبيب ان يقوم الطبيب بتشخيص الحاله وبعد كده يقول لهم انت محتاج علاج طبيعي فيبعته لاخصائي او استشاري العلاج الطبيعي. الازمه دي هتوصل لفين؟ مين الجهه اللي تفصل فيها؟ هنحاول نجاوب على الاسئله دي من خلال ضيوفنا على التليفون. معانا الدكتور سامي سعد نقيب العلاج الطبيعي، ومعانا ايضا الدكتور اسامه عبد الحي وكيل نقابه الاطباء. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك. اهلا بيك. طيب اهلا وسهلا دكتور اسامه، حضرتك كوكيل لنقابه الاطباء، ممكن تقول لنا لماذا لا يتم الاعتراف بالمعالج او اخصائي العلاج الطبيعي على انه طبيب؟ الدكتور سامي معانا؟ معاك استاذ خيري. الدكتور سامي زي حضرتك. اهلا وسهلا استاذ خيري. ما هي الازمه دي؟ بتتجدد كل شويه، بنفاجئ بهذه الازمه بين نقابه العلاج الطبيعي ونقابه الاطباء. انتم بتروا ان اخصائي العلاج الطبيعي هو يستحق لقب طبيب، نقابه الاطباء بتقول لا، هو من الفئات المساعده. طيب بدايه استاذ خيري انا بشكرك وبشكر البرنامج، وتحياتي للدكتور اسامه عبد الحي. اهلا. البيان اللي احنا اصدرناه باسم النقابه العامه للعلاج الطبيعي، هذا بيان يخص خريجي كليات التربيه الرياضيه قسم العلوم الصحه الرياضيه. هم في الفتره الاخيره بداوا يفتحوا مراكز غير شرعيه غير قانونيه، وبداوا يزاولوا مهنه العلاج الطبيعي داخل مراكزهم. وطبعا احنا قمنا بدورنا المهني الحفاظ على المهنه والحفاظ على خريج كليات العلاج الطبيعي الذين بلغ عددهم الان 70,000، 26 كليه في ربوع مصر. الازمه بيننا وبين بعض خريجي كليات التربيه الرياضيه وليس بين نقابه الاطباء المحترمه. كون ان التربيه الرياضيه يمارسوا مهنة العلاج الطبيعي ده بيحاسب على انه منتحل صفة مهنية لا حق له. وزارة الصحة اصدرت قرار سنة 2001 رقم 75 بيحدد دور خريجي كليات التربية الرياضية ايا كان مسمياتهم، ان هو رفع معدلات اللياقة البدنية فقط والترويح للاصحاء. ما يطلق عليه التأهيل البدني يعني، حتى يعني سموه تأهيل بدني لكن مش اسمه برضو تأهيل، هو رفع معدلات اللياقة البدنية، دوره تربوي ودوره رياضي. وجوده في المنشآت الرياضية، وزارة الشباب، مراكز الشباب وحلال. لكن هذا لا يعني انه اخصائي علاج طبيعي. لا 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 تمام، على طول بحاسبه. طيب على انه بس حضرتكم قلتوا ما يبقاش طبيب علاج طبيعي او دكتور علاج طبيعي. دمين التربية الرياضية لا هو اخصائي ولا هو طبيب ولا هو اي شيء. طيب هو خريج لا انا بتكلم عن خريجي، انا اسف يا دكتور سامي، انا بتكلم عن خريجي العلاج الطبيعي، حضرتك بتشوف انه يستحق لقب طبيب ولا لا؟ لقب طبيب بيطلق فقط على خريجي كليات الطب البشري فقط لا غير. امال ايه الموضوع الازمه اللي يعني موجوده على الصحف دي ان حضراتكم بتقولوا يعني ان ده كان رد على ان حضراتكم في البيان اللي طلعتوه قلتوا ليس طبيب علاج طبيعي، ان انتوا استخدمتوا كلمه طبيب في البيان بتاعكم. ده نقابه الاطباء مش احنا، نقابه الاطباء. ما احنا معانا الدكتور اسامه عبد الحي. بس اكمل اتفضل. يا استاذ خير اتفضل يا فندم. اولا انا طبعا بشكر نقابه الاطباء على انها ارتأت ان البيان اللي نزل فيه بعض الملحوظات فشالت كلمه التأهيل الحركي لانه كان حاطينها ضمن الفريق الصحي، وده خطأ طبعا غير مقصود. وايضا ارتأت نقابه الاطباء ان تزيح هذا البيان بالمره، لانهم عارفين قضيتنا مش قضيه مع نقابه الاطباء، قضيتنا مع التربيه الرياضيه. ده تعقيبي. نعم. وعلى هذا الاساس حضرتك لو دخلت على الموقع الرسمي لنقابه الاطباء المحترمين مش هتلاقي البيان بتاعهم خلاص يعني اتحل الازمه، هم يعني ابدوا ملاحظاتهم على البيان بتاعكم. بين نقابه الاطباء الازمه بيني وبين وزاره التعليم العالي والتربيه والتعليم
بخصوص التربيه الرياضيه. طيب فهمنا ده يا فندم. خليك معانا يا دكتور سامي، احنا معانا الدكتور اسامه عبد الحي، نفهم وجهه نظره ليه نقابه الاطباء اذا كان الامر بهذا الوضوح ليه طلعت بيان. اهلا وسهلا دكتور اسامه. اهلا بيك يا استاذ خير. اهلا يا فندم. هل يا فندم دكتور سامي وبالاستاذه كريم كل الزملاء يعني. اهلا وسهلا بيكم. اهلا بيك. هل يا فندم حضراتكم طلعتوا بيان بالفعل خاص بـ هو الحقيقه يا جماعه احنا مش عايزين نعمل ازمه، يعني في ازمات بتبقى مفتعله احيانا. الاصول الحقيقه معروف جدا انه احنا كنقابه اطباء بنحترم جدا وبنقدر وبنتفاهم أهمية دور العلاج الطبيعي في المنظومة الصحية، وده الكلام ده مش للاستهلاك المحلي ولا للإعلام، ده كلام حقيقي ومنتهى الصدق. كل واحد في النظام الصحي له دوره في يعني في شفاء المريض، والقواعد دي العالم كله واخد بيها، والمفروض إن في قوانين مصرية برضو بتنظم هذه الممارسة. المنوط بيه تشخيص الكشف على المريض بحكم القانون والدستور، الكشف عن المريض وتشخيصه وعلاجه هو الطبيب الخريج كلية الطب البشري في الأسنان، طبيب الأسنان في جسم البني آدم كله طبيب الطب البشري. الدور العلاج الطبيعي غاية في الأهمية طبعا، لأنه دكتور الطب البشري قد يرى في المريض بتاعه أنه محتاج علاج دوائي او محتاج علاج طبيعي، وبيحدد ايه اللي مطلوب في العلاج الطبيعي، والاخصائي العلاج الطبيعي او المتخصص في العلاج الطبيعي اسمه بره في كل دول العالم فيزيكال ثيرابيست. هذا المعالج او المتخصص في العلاج الطبيعي بيبقى دارس وفاهم كل ما ممكن، كل الوسائل الفيزيكا يعني الفيزيكس او الفيزيقيه يعني اللي بتستعمل في العلاج الطبيعي، وبيتحط خطه العلاج المفروض. طيب احنا هنا مش بصدد، احنا نعرف تقديركم وتقدير الجميع لخريجي وممارسي واخصائي العلاج الطبيعي، وحضرتك بتقول احنا مش عايزين نصنع ازمه، وانا اتمنى ان ما يبقاش في ازمه ابدا يعني، لكن لماذا اصدرتم هذا البيان؟ هي الفكره الفكره كلها في انه لابد ان الناس تعرف انه ما يعني، لو انا يعني تحفظي الاساسي، لو اخصائي العلاج الطبيعي سمح له او زود دراساته وبقى يقدر يشخص المرض ويعالجه، طب يبقى تحول لدكتور لطبيب. طب امال مين اللي يلعب دور المعالج الطبيعي يا جماعه؟ كل واحد يلعب الدور بتاعه، غير مسموح اطلاقا بالتشخيص. انا ممكن واحد يجيله الام في الظهر يروح لاخصائي علاج طبيعي يعالجه من الام الظهر، يعمله تمارين والوسائل المختلفه عن العلاج، يكون سبب الام الظهر ده سرطان في الرحم لا قدر الله. نعم. مين اللي هيشخص سرطان الرحم؟ لازم طبيب بشري. فالقضيه يا جماعه لازم ناخدها. طب ما هي النقابه والسيد النقيب سامي سعد بيقول كده، وبيقول احنا ما قلناش ولازم الدكتور وياتي للعلاج الطبيعي بروشتة. بسال حضرتك تاني يا سياده الوكيل، ليه طلعتوا بيان تردوا على نقابه العلاج الطبيعي؟ احنا طلعنا بيان علشان كان مكتوب فيه انه هيبقوا يعني طبيب علاج طبيعي، طبيب علاج طبيعي، لانه احنا في قسم الطب الطبيعي، الطب الطبيعي والروماتيزم والتاهيل في كليه الطب. الطب الطبيعي له دور والعلاج الطبيعي له دور، ولا يجب ابدا في الانظمه الصحيه المحترمه والمتقدمه الخلط بين الادوار. تمام. يعني فما يعني الحقيقه يعني احنا عندنا مشاكل اكبر من كده بكتير جدا يا جماعه، يعني مشكله ما حدش عملها يا فندم، هو بيانين هما اللي ردوا على بعض. معلش، واحنا بنحاول نوضح للساده المشاهدين. انا مقدر الرساله اللي بتقوم بيها استاذ خيري جدا، وانت عارف انا اكتر من مره اعمل مداخله معاك. طبعا يا فندم. في تعدي على المهنه بقى، على المهن الصحيه كلها من خارج، يعني العروس السلام اللي معروفه دي اللي من كام يوم اللي كانت متزوجة حديثا وبعدين بيجي لها تشنجات، فأهلها يتخيلوا أو أهل جوزها إن عندها عفريت راكبها ويروحوا يجيبوا زار ويقعدوا يضربوها. صحيح. لغاية ما تموت. دي مصيبة إنه يسمح بإعطاء الحقن
والطفله اللي ماتت ان يجي حد يطلع سمكري ويقول بني ادمين ويقعد يلعب في عمودهم الفقري والفقري. دي مصائب موجوده في المجتمع لا يليق بالمجتمع المصري في سنه 2021 ان يكون في كده. ودي مسؤوليه كل الجهات مع بعضها، خاصه الجهات الرقابيه اللي بتراقب، دول ناس منتحل الشخصيه. تمام. يعني لكن ما يهمنا الان يا دكتور اسامه، العلاقات طيبه جدا مع نقابه العلاج الطبيعي، لا توجد اي مشكله، الامور اصبحت واضحه تماما. دكتور سامي سعد اخصائي العلاج الطبيعي، ليس طبيبا ولكنه اخصائي، ونرفض ان يكون خريجي كليه التربيه الرياضيه بيمارسوا ما يقوم به اخصائي العلاج الطبيعي. كده تمام؟ تمام. ولا اخصائي العلاج الطبيعي يمارس ما يقوم به خريج الطب البشري. الطبيب، نعم. بالظبط، اتضح. كل واحد يدور في المجتمع ده. يا استاذ خيري. ايوه يا فندم. يا استاذ خيري، وايضا الطبيب لا يقوم بوظيفه دكتور العلاج الطبيعي. ايوه بالظبط كده. هي فصل المهام. حبايب يعني يا دكاتره. طبعا يا دكتور تاني. شكرا يا فندم. كل واحد. بنشكركم جدا يا فندم، الدكتور سامي سعد نقيب العلاج الطبيعي، والدكتور اسامه عبد الحي وكيل نقابه الاطباء. اما بعد الفاصل فضيفتنا العزيزه النجمه العالميه، وعايز اقول لكم ان النجمه دي انا فوجئت، انا قريت بس ما كنتش مصدق ان فاطمه سعيد السوبرانو العالميه التي غنت في اكبر مسارح العالم ورفعت رايه مصر وحصلت على القاب عديده جدا، هي بنت رجل السياسة والأستاذ الدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار السابق، ورجل كان له أدوار وطنية، ورجل صديق محترم جدا، كانت مفاجأة بالنسبة لي، وعرفت أن له أدوار كبيرة مع هذه النجمة الساطعة اللي هتكون ضيفتنا في انفراد خاص بعد قليل.